يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي السنة في ذلك؟ وهل فعل عبد الله بن عمر اجتهاد منه أو هو مبني على السنة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يسن أن الإنسان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر أو يودعه إذا رجع أو يأتي إليه بعد كل صلاة، ويقول إن فعل ابن عمر هذا اجتهاد منه ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه. لكن نحن نقول نتخذ مسلكا وسطا، نقول أما كثرة زيارتي وأنت في المدينة فهي غلط، ولا شك أنها إلى البدعة أقرب منها إلى السلام. وأما إذا قدمت وذهبت إلى قبره تزوره فإنه لا يدخل بعموم قوله زور قبور. لكن المخالف يقول إن هذا لم يزر قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبر النبي محجوب بثلاثة جدران، فهو وإن ذهب ووقف عنده لم يكن زائرا له، فيكون هذا العمل عبثا. ما أنا أرى والذي أنا أفعله إن أنا نذهب ونسلم عليه ونصلي عليه عند القدوم وعند الرجوع من السفر. وأما أن كل مرة نصلي نذهب ونسلم عليه فهذا إلى البدعة أقرب منه إلى السلام، وهو إلى السنة إلى السلام، لأنه يخشى أن يكون هذا الرجل مبتدعا لأنه لم يكن من عهد السلف الصالح.